تعالوا بقى هنعمل بعض دلوقتي طريقه عيش لطيفه كده قوي وسهله ولذيذه بالحشوه بتاعتها. انا عندي 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق، عندي زيت زيتون او زيت عادي ربع كوبايه، وعندي هنا معلقه سكر، معلقه خميره، معلقه ملح صغيره، معلقه سكر كبيره، معلقه خميره كبيره، معلقه الملح صغيره، تمام. عندي للوش بقى هيكون في ايه، توم برضو وزيت وزيتون والزعتر وجبنه بيضة وطماطم. هو مفروض ان العيش ده البوكاشيا دوت مفروض ان هو حاجه كده ايه يعني اجنبيه شويتين ثلاثه، انا مسترتها ثلاث ارباع عشرمية كده. ليه بقى؟ عملتها في الاخر جبنه بالطماطم، انما هي ما فيهاش هي تبقى طماطم بتاعتهم مجففه تحط عليها، مالناش دعوه. مفيش جبنه، مفيش الجبنه البيضه بتاعتنا الحلوه دي، هي مجرد ان هي زيتون وطماطم مجففه وشويه ثوم والزعتر وزيت الزيتون. احنا وديناها في ناحيه ثانيه خالص، براحتنا، لا براحتنا ماشي. فهنعمل ايه؟ انا هعمل العجينه دلوقتي اوريها لك. انا عندي 3 كوبايات دقيق، هعمل عجينه طريه خالص، 3 كوبايات دقيق واحط لهم معلقه زعتر كبيره ومعلقه خميره كبيره ومعلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره، واقلبهم مع بعض، وناخد ربع من هند ده من الزيت العادي للايه، للعجينه. حلو الكلام، حلو الكلام. وبعدين اعجن بميه. بعد ما تخمر بسيبها بقى يعني عجينه طريه، وبعدين اخمرها. هي خمر زاد عن اللزوم ما شاء الله. دي بقى بصوا بقى، طبعا حسب الصينيه اللي عندك بنفردها، يعني عندك صاج كبير، عندك صينيتين مدورين، زي ما انت عايزه. لا كده ناشفه، بصوا كده ناشفه، كده عايزه تبقى اطرى من كده كمان، كده لا كده العجينه دي ايه ناشفه شويه كده. فهحط لها شويه ميه تاني واخليها تعجن. انا هنا بقى هجيب صينيه او صاج ماشي، احط هنا ايه معلقه زيت زيتون او زيت عادي، انا بحب الزيت العادي صراحه، يعني الزيتون بحس ريحته قويه قوي. هو جميل طبعا وكل حاجه ومفيد قوي قوي قوي، ولكن انا بحس ان ريحته قويه. دي هتبقى كبيره عليها كده، احنا مش عايزينها مش عايزينها تبقى سميكه، خليكي بالمعقول لان هي لسه هتخمر تاني جوه الفرن. افردها اهي كده، افرد قوي. بص عمالة تعمل زي معايا وكده وبترجع زي الاستك، اسيبها شويه صغيرين على ما اعمل ايه، على ما اقطع الطماطم اوضب الحشوه. تعملش نفسك معاها، انا عارفه انت لو تعبتي نفسك معاها تقطع منك، يعني هي برضو العجينه مش سهله برضو ناصحه قوي. بس كده تعالوا بقى نعمل ايه، نجيب سكينه بس نقطع الطماطم. بصوا كده طماطمتين ثلاثة اهو ماشي، نعمل كده نغرز. بصوا بقى العجينة اهي، نغرز فيها كده صابع كده، نعمل لها مطبات ماشي. وبعدين عندي بقى هنا بصوا بقى عندي ايه، شوية زيت زيتون او زيت عادي، وبعدين شوية ثوم عليها كده ماشي، وشوية زعتر وسنة ملح بسيطة، سنة ملح بسيطة كده على وشها كنا صغننة ماشي، وقلب ده كده مع بعضه. حلو الكلام،
وهروح ايه حطاه على وش العجينه. خلاص بصوا كده، يلا بينا وشويه طماطم عليها. بصوا هي بصي قطعت مكعبات الجبنه كده، اي جبنه بيضاء عندك بقى، قريش مش قريش اي حاجه اهي، تمام كده اهو، وابدا ايه يعني حاولي برضو توزعيها توزيعه مظبوطه بحيث اللي ياكل يبقى في قطعه جبنه. هندخل بقى الصينيه دي الفرن بقى، بس هي كده حلوه قوي، انا هدخلها الفرن. وعندي حته قطعه عجينه تانية بقى ممكن تشكليه عندها، يعني مثلا مش عايزه فيها طماطم، انا عايزه اعملها بزعتر وزيت زيتون بس، ممكن طبعا بس انا زيتون خلصت عندي عادي بس. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه؟ المفروض تعترف احترفي، اعمل فيك ايه؟ عندي زيتون وعندي توم وزعتر وزيت عادي عادي، يعني مش لازم احط زيت زيتون، وعندي جبنه ده انا عندي نفس الموضوع هو هو. تعالى ادخل اصلا ده الفرن الاول، ادخلها من اول تحت كده شويه الاول، يعني عايزه الحراره من تحت اكتر.